هناك حجتان شهيرتان يرددهما المتدين، يدعي فيها بأن المتدين إنسان لا يشن الحروب ولا يحاول أن يمارس العنف، بدليل أن الملحدين أو غير المتدينين هؤلاء هم الذين كانوا يتسببون بسفك الدماء، ومن هذه من هؤلاء هتلر وموسوليني وجنكيز خان وأيضا ستالين. هؤلاء تسببوا في سقوط عشرات الملايين، فيما كان الدين هو ضحية الحكام. وحتى حينما تحدث الحروب فهذه الحروب ليس سببها الدين، إنما إشكالات وخلافات سياسية ضحيتها الدين. الحجة الثانية تقول بأن الدين سينصف المظلومين وسيعاقب الظالمين في اليوم الآخر يوم الحساب، ومن غير المعقول أن يمر الظالم بظلمه ويموت ولا يخضع لحساب في اليوم الآخر. هذه الحجة الثانية سأحاول أن أرد عليها، فكونوا معي. السلام عليكم أصدقائي ورحمة الله وبركاته. هنالك حجة تتردد كثيرا في مجالات متعددة، ودائما تقال وتكرر على أنها حجة دامغة ولا يمكن الرد عليها، وهي حجة هي عبارة عن مغالطة منطقية، أنه أنت ما دام أنت تنتقد الدين مثلا أو تنتقد عقيدة معينة أو نظام معين، فالآخر يجيبك ويقول أن النظام الآخر قتل وسبى واستحل دماء وما إلى ذلك، فبالتالي يصبح ما يفعله الطرف الأول مبررا بحجة أن الآخر يفعله أيضا. هذه الحجة أقل ما يقال عنها هي نوع من التهرب من مواجهة الحقيقة وعدم الوقوف إلى صف أي فعل عدواني ودموي بحق البشرية جمعاء. هنالك نوع من التقسيم بين البشر ونوع من الاعتبار أن ما نفعله هو صح في كل الأحوال بشهادة أن الآخرين يفعلون الأخطاء. هذه حجة فاسدة كما نعرف جميعا. من هذه الحجة يقول لك هتلر قتل وذبح 50 مليون إنسان وهو هذا الشخص ملحد، كذلك ستالين وأسماء كثيرة أخرى. بالحقيقة هذا الموضوع غير صحيح ولا يجوز التطرق له، وحتى لو افترضنا أن هتلر قتل 50 مليون إنسان، هذا الموضوع ما له علاقة بالإلحاد، إنما مجرد محاولة للتنصل من عمليات قتل وسفك دماء وتكفير. الدين عندما يقوم بشيء يقوم بشيء باسم الدين. أما هتلر عندما شن حروب على العالم بأكمله وقتل تسبب بمقتل 50 مليون إنسان، فما كان شعاره أو راياته التي يرفعها هي رايات الإلحاد، لا شيء ما له علاقة بالموضوع نهائيا. فأنه هو شخص كان لنوع من الإلحاد حتى هاي فيها شكوك، هو أصلا رجل لم يكن شاكرا، بالعكس كانت الأحزمة اللي يرتديها الجنود الألمان فيها كلمة الله، يعني حتى علاقته بالكنيسة كانت علاقة جيدة لم تكن علاقة سيئة، في كتابه كفاحي يذكر إيمانه بالله. وحتى لو افترضنا دعونا من هذه الكلام، حتى لو افترضنا أنه رجل ملحد، فهو بالنتيجة الرجل قام بما قام به لم يكن شعاره الدين على الإطلاق، كان شعاره ولا الإلحاد، كان شعاره شعارا مختلفا ويصب في منطقة أخرى تماما لا علاقة لها بصراع الدين الإيمان والإلحاد. بالعكس هو الدين الإسلامي نفسه عندما نراجع زمن غزو المنطقة العربية منطقة الشام والعراق ومصر، لم يكن شعاره غزو هذه البلدان باسم الإسلام. الإسلام ظهر لاحقا سميت الفتوحات، لكن في الحقيقة لا يوجد أي مصدر يؤكد يقول أنه الجيوش الإسلامية غزت هذه المناطق تحت شعار نشر الدعوة، لا يوجد دليل واحد ولا يوجد مصدر واحد يقول أن الإسلام المسلمين دعوا الناس إلى إحدى ثلاث، هذا كلام لا وجود لأي شاهد عليه. والمفكر المغربي بلقزيز عنده شغل مكثف حول هذا الموضوع، ممكن تراجعونه ومنطي الأدلة الدقيقة على هذا الموضوع حتى لا يقال أنني أدعي شيئا لا علم لي به ولا تفصيل. الأمر المهم الآخر جدا والذي أود أن أشير إليه وهو
أن فكرة عدم وجود عقاب وثواب ويوم القيامة وآخرة هي فكرة صعبة جدا، فلابد أن يكون هنالك من خالق، ولابد أن يكون هنالك من ينصف المظلومين ويطالب بحقوقهم. وهذه حجة أنا أعتبرها، طبعا هي حجة مشهورة لمصطفى محمود، ذكرها واحدة من تعليقاته الصديق سالم حسن في موضوع نشرته، فيديو نشرته حول كيف بعنوان كيف دحض الفيلسوف راس الجميع الذي لا على وجود الله. فهو من تعليقاته وردت بالي هذه الفكرة، بأن فكرة مطالبة الناس بحقوقهم وأنصافهم وإنصاف المظلومين هذا يستدعي وجود خالق. بالعكس، هذا لا يستدعي وجود خالق، أنه ما جدوى أن تطالب بحقوقك بعد أن عانيت شبعت معاناة وظلم وجور واضطهاد. هذا كلام غير صحيح، هذا بالعكس تبرير لأن يستمر الظالم بظلمه، وتبرير لأن يستلم المعتدي يستمر باعتدائه، والمستعبد يستمر باستعباده واستغلاله. هذا شيء لا يجوز التفكير فيه. علينا أن نستبق الأمور، لا أن يحدث الخلل ونقول ها نحن الله كريم والله سيحاسبهم وألهم الله. هذا كلام لا يجوز، هذا كلام العاجزين، وهذا صار قناعة يبدو راسخة عند الناس، ويجب أن نتوقف عن هذا التفكير. يجب أن نصنع مجتمع صحيح لا يظلم فيها أحد. هذا القضية الأساسية. أما أن تأتي الآن وتقول لا كيف لا يوجد ثواب وعقاب وفي الآخرة، هذا تأجيل للموضوع، بالعكس تبرير وتغطية وتمرير لكل فعل يفعله السلاطين والحكام، وهذا نوع من الابتزاز للناس، وأيضا نوع من التخدير الخطير. يجب أن نتوقف عن هذه القضية نهائيا، ولا ندعي هذا الادعاء على الإطلاق. وهذا عندي راح يكون عندي بحث موسع، لأنه هاي مسألة خطيرة جدا، سنجد آثارها في كثير من تعاليم الدين ووصايا وتعليماته وفرائضه. هو دائما يقول لك افعل حسنا والتزم وأطع الإمام ولو ضرب ظهرك وسرق مالك، لكن الله في الآخرة سينصفك من هذا الحاكم الظالم. هذه تغطية وتواطؤ مع الحكام ولكي يضر المظلومين، والمظلومين هؤلاء أو المستعبدين، وهي عموم شعبنا العربي المسلم، هؤلاء لا يجدون أمامهم حل سوى أن يقنعوا بهذه الأفكار التي كان أو يعرف الكثير من العقلاء بفسادها وإفسادها وتدميرها لشخصية العربي المسلم. لكن ماذا يفعلون؟ حيلة الناس من مساكين وبسطاء يصدق بهذه الحجة ويقول لا يستطيع أن يأخذ حقه من الظالم، ولا يستطيع أن يأخذ أن يجادل رجل الدين ويقول له أن هذا الكلام خطأ، لأنه يقول أنت تعرف الدين أكثر مني، فبالتالي لا يستطيع الحديث مع رجل الدين، لا يستطيع الحوار مع الحاكم، لا يستطيع مع المسؤول، فهو مضطهد من جميع الجهات، حتى حرية التعبير مسلوبة من عنده. فما لا يفعل؟ يصدق بهذه الحكاية بأنه أن حقه سيحصل عليه في الآخرة. وهذه قمة الاستغلال وقمة الاستهتار بكرامة الإنسان، ويعني الحط من قيمته بل واحتقاره وجعله شخص مضحوك عليه. يجب أن نخجل من هذه المسألة، ويجب أن نقول أن نصنع، نطالب بصناعة مجتمع لا يظلم فيها أحد، أن يأخذ الجميع حقهم، أن يمارس الجميع حريتهم في التعبير والقول والعمل والفعل والتربية والتعليم والمساواة والعدالة وليس العدل. هذه الأشياء التي يجب أن نتمسك بها. بهذا الطريق احنا ندفع ثمن أخطائهم أو نكسب ثمن أخطائهم في الآخرة. هذا كلام لا يجوز وعيب أصلا. الخالق بهذا المعنى سيكون مشترك في هذه المؤامرة مع هؤلاء، مع السلطة الدينية والسلطة السياسية وسلطة الحكام والجلاوزة. هؤلاء سيكونون في حلف واحد بين الإله والحاكم والكاهن. هذا الحلف الثلاثي يجب أن يتوقف، ويجب أن لا يصدق الناس بأن هذا الإله يتحالف مع هؤلاء وسيعد المظلومين بأن ينصفهم فيما بعد الحياة. لو كان هذا الإله الذي تؤمن به الناس إلها حقيقيا لأسعفهم في حياتهم، وسمح لهم بأن
يقول يعبر عن حريتهم وآمالهم وكل أفكارهم ويفوز أو يأخذ حقوقهم من عين الكهنة التي لا تشبع والرجال السلطة الذين لا يكفون عن ظلم الناس وغبن حقوقهم وسرقتهم واستغلالهم. شكرا جزيلا وأتمنى مشاركة الفيديو وأسمع آراءكم، أنا يهمني جدا لأن هذا أنا أعتبره فكرة جديدة وما سمعتها سابقا، لكن ربما أحد ما فكر بها، لكن أنا أحاول أن أفصل هاي المسألة الحكاية أنه يجب أن ننتظر يوم القيامة حتى نأخذ حقوقنا، هذا كلام لا ينفع ويجب أن نفكر به مليا، وهو مسألة لا تتعلق لا بالملحدين ولا بالمؤمنين، تتعلق بالناس جميعا، ومو مسألة صراع أنا مع ضد الدين مع الدين مع الدولة مع السلطة، لا أنا مع الإنسان، الإنسان يجب أن يحصل على حقوقه سواء كان إنسان مؤمن أو غير مؤمن، المسألة بعيدة عن هذا الأمر، ويجب أن لا يحاول أن يعني يخلط الأوراق من هو متحالف مع السلطة الدينية أو خائف منها ويقول أنت قصدك أنت كافر وأنت تحاول أن تتحدى ضد الدين وتهاجم الدين وتهاجم الله وتهاجم فكرة الـ يعني الإسكاتولوجيا والأخرويات وهذا، فيجب أن يعرف هذا الشخص بأن اللعبة مكشوفة وعليه أن يعني أن يراقب ذاته قبل أن يتحدث أو ينطق بأي شيء. شكرا جزيلا، آسف على طالة، وأشوفكم بخير، مع السلامة.